الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة خلق الله ورحمته المهداة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتابع مجالس الحديث النبوي في هذا المجلس المبارك، ضارعين إلى الله وداعين أن يكشف الكرب عن المكروبين وأن يغفر لأمة محمد أجمعين، وأن يعيد الله علينا وعليكم هذه الأيام باليمن والخير والبركة. ونبدأ على بركة الله باب جواز قوله لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله أو نحو ذلك إذا دعت إليه الحاجة. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في حديث الضب لما قدموه مشويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إليه، فقالوا هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، وهو ما يؤكل مع الخبز، ويقول لما سألهم وقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال العلماء: معنى فليصلي فليدعو. وفي كتاب ابن السني وغيره قال فيه: فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما دعا له بالبركة. باب ما يقوله من دعي إلى طعام إذا تبعه غيره. عن أبي مسعود الأنصاري قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خمسة خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. باب وعظه وتأديبه من يسيء في أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة وهي دون القصعة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي رواية في الصحيح قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. قلت: قول تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنى من تحت ساكنة، ومعناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. وعن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير
يعني عام قحط، فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قلت قول لا تقارنوا أي لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، لأنه خالف الحكم الشرعي وبلا عذر. قلت هذا الرجل هو بسر ابن راعي العير، وهو صحابي، وقد أوضحت حاله في شرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم والله أعلم. باب استحباب الكلام على الطعام، فيه حديث جابر الذي قدمناه في باب مدح الطعام. قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: من آداب الطعام أن يتحدثوا في حال أكله بالمعروف، ويتحدثوا بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم فوضعها معه في القصعة، فقال: كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أدب من آداب المائدة والطعام، فصلوات الله وسلامه عليك يا رحمة ربنا المهدى، وعلى آلك وصحبك أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموصوف بجميل الأذكار، والصلاة والسلام على النبي المختار وصحبه وآله الأطهار، وبعد، نكمل هذا المجلس المبارك في قراءة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناد شيخنا وشيوخنا إلى الإمام النووي. قال: باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام كل، وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه، وكذلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك. قال: اعلم أن هذا مستحب، حتى يستحب ذلك للرجل مع زوجته وغيرها من عياله الذين يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حاجة إلى الطعام وإن قلت. ومما يستدل به في ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اشتد جوع أبي هريرة وقعد على الطريق يستقرئ من مر به القرآن معرضاً بأن يضيفه، ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة فجاء بهم فأرواهم أجمعين من قدح لبن، وذكر الحديث إلى أن قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. باب ما يقول إذا فرغ من الطعام.
روينا في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. قلت: مكفي بفتح الميم وتجديد الياء، هذه الرواية الصحيحة الفصيحة، ورواه أكثر الرواة بالهمز، وهو فاسد من حيث العربية، سواء كان من الكفاية أو من كفأت الإناء، كما لا يقال في مقروء من القراءة مقرئ، ولا في مرمي مرمئ بالهمز. قال صاحب مطالع الأنوار، وهو ابن قرقول الذي شرح مشارق الأنوار للقاضي عياض رحمه الله تعالى على صحيحي البخاري وموطأ الإمام مالك. قال صاحب مطالع الأنوار في تفسير هذا الحديث: المراد بهذا المذكور كله الطعام، وإليه يعود الضمير. قال الحربي: فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه، كما قال: غير مستغن عنه أو لعدمه. وقوله غير مكفور أي غير مجحودة النعم الله سبحانه وتعالى فيه، بل مشكورة غير مستور الاعتراف بها والحمد لله. وذهب الخطابي أن المراد بهذا الدعاء كله البارئ سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى قوله غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية. وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحديث، أي أن الله تعالى مستغن عن معين وظهير. قال: وقوله لا مودع أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه، وهو بمعنى المستغنى عنه. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص والمدح أو بالنداء، كأنه قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا، ومن رفعه قطعه وجعله خبرا. وكذا قيده الأصيلي كأنه قال: ذلك ربنا أو أنت ربنا. ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وذكر أبو السعادات بن الأثير في نهاية الغريب نحو هذا الخلاف مختصرا، وقال: من رفع ربنا فعلى الابتداء المؤخر، أي ربنا غير مكفي ولا مودع. وعلى هذا يرفع غير. قال: ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال: حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقال في قوله ولا مودع أي غير متروك الطاعة، وقيل هو من الوداع وإليه يرجع، والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وروينا في سنن أبي داود وكتابي الجامع والشمائل للترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وروينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، غير أنس بن مالك، عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة،
غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي: حديث حسن. قال الترمذي: وفي الباب، يعني باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه، عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: وروينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن جبير التابعي أنه حدثه رجل من أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول: بسم الله. فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وكتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، وفي رواية ابن السني: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله تعالى لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس 3 أنفاس، يحمد الله تعالى في كل نفس ويشكره في آخره. باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. روينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن بسر بضم الباء وإسكان السين المهملة الصحابي قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه فقال: أبي ادعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، فاغفر لهم فارحمهم. قلت: الوطبة بفتح الواو وإسكان الطاء المهملة بعدها باء موحدة هي قربة لطيفة يكون فيها اللبن. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وروينا في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون. قلت: فهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن جابر رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: آثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا ونحوهما. روينا في صحيح مسلم
عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمنا، واسق من سقانا، واسق من سقاني. وروينا في كتاب ابن السني عن عامر بن الحمق رضي الله عنه أنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فقال: اللهم أمتعه بشبابه، فمرت عليه 80 سنة لم ير شعرة بيضاء. قلت: الحامق بفتح الحاء المهملة وكسر الميم. وروينا فيه عن عمرو بن أخطب بالخاء المعجمة وفتح الطاء رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بماء في جمجمة وفيها شعرة فأخرجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم جمله. قال الراوي: فرأيته ابن 93 أسود الرأس واللحية. قلت: الجمجمة بجيمين مضمومتين بينهما ميم ساكنة، وهي قدح من خشب، وجمعها جماجم، وبه سمي دير الجماجم، وهو الذي كانت به وقعة ابن الأشعث مع الحجاج بالعراق، لأنه كان يعمل فيه أقداح من خشب، وقيل سمي به لأنه بني من جماجم القتلى لكثرة من قتل. باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفا. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه، فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فانطلق به وذكر الحديث. باب الثناء على من أكرم ضيفه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفونا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عاجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلت: وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام حاجة ضرورية، لأن العادة أن الصبي وإن كان شبعانا يطلب الطعام إذا رأى من يأكله، ويحمل فعل الرجل والمرأة على أنهما آثرا بنصيبهما ضيفهما، والله أعلم. باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله ضيفا عنده، وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلا لذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده، لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا ليس هو في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وذكر تمام الحديث. باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام. روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة، ولا تناموا عليه فتقسو له قلوبكم. كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. اعلم أن أصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأما أفراد مسائله وفروعه فأكثر من أن تحصر، وأنا أختصر مقاصده في أبواب يسيرة إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق والهداية والإصابة والرعاية. باب فضل السلام والأمر بإفشائه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام، السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. وروينا في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وروينا في مسند الدارمي وكتابي الترمذي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الجيدة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال الترمذي: حديث صحيح. وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. وروينا في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط، السقاط والذي يبيع الأشياء المستعملة، لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يوما
فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال لي ابن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. وروينا في صحيح البخاري عنه قال: وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وروينا هذا في غير البخاري مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وقد جمع في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا، فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به، ويجتنب جميع ما نهاه عنه، وأن يؤدي إلى الناس حقوقهم ولا يطلب ما ليس له، وأن ينصف أيضا نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا. وأما بذل السلام للعالم فمعناه لجميع الناس، فيتضمن ألا يتكبر على أحد، وألا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع بسببه من السلام عليه. وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكل عليه والشفقة على المسلمين وغير ذلك. نسأل الله الكريم التوفيق لجميعه، اللهم آمين. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد دسوق اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي قال: باب كيفية السلام. اعلم أن الأفضل أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويأتي بواو العطف في قوله: وعليكم. وممن نص على أن الأفضل في المبتدئ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي في كتاب السير، والإمام أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتاب صلاة الجمعة وغيرهما. ودليله ما رويناه في مسند الدارمي وسنن أبي داود والترمذي عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. قال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا، قال: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون. وقال: هكذا تكون الفضائل.
وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرعى دواب أصحابه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقيل: يا رسول الله، تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر 12 رجلا. قال أصحابنا: فإن قال المبتدئ السلام عليكم حصل السلام، وإن قال السلام عليك أو سلام عليك حصل أيضا، وأما الجواب فأقله وعليك السلام أو وعليكم السلام، فإن حذف الواو فقال عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جوابا. هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وقاله جمهور أصحابنا، وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتابه التتمة بأنه لا يجزئه ولا يكون جوابا، وهذا ضعيف أو غلط، وهو مخالف للكتاب والسنة ونص إمامنا الشافعي. أما الكتاب فقال الله تعالى: قالوا سلاما قال سلام، وهذا وإن كان شرعا لما قبلنا فقد جاء شرعنا بتقريره، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قدمناه في جواب الملائكة آدم صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى قال: هي تحيتك وتحية ذريتك، وهذه الأمة داخلة في ذريته، والله أعلم. واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب عليكم لم يكن جوابا، فلو قال وعليكم بالواو فهل يكون جوابا؟ فيه وجهان لأصحابنا، ولو قال المبتدئ سلام عليكم أو قال السلام عليكم فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم، وله أن يقول السلام عليكم. قال الله تعالى: قالوا سلاما قال سلام. قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا: أنت في تعريف السلام وتنكيره تقول سلام والسلام، أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار. قلت: ولكن الألف واللام أولى. فصل. روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قلت: وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، وسيأتي بيان هذه المسألة وكلام الماوردي صاحب الحاوي فيها إن شاء الله تعالى. فصل. وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد، ذكرهما المتولي وغيره. قال الإمام النووي: والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا، وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط واستظهر، أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ
ولا يستيقظ النيام. روينا في صحيح مسلم في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحبي فنام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، والله أعلم. فصل. قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا: ويشترط أن يكون الجواب على الفور، فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد. باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ. روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكتف. قال الترمذي: إسناده ضعيف. قال الإمام النووي: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، قال الترمذي: حديث حسن، فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته: فسلم علينا. باب حكم السلام. اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب، وهو سنة على الكفاية، فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم، ولو سلموا كلهم كان أفضل. قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب السير من تعليقه: ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا. قال الإمام النووي: وهذا الذي قاله القاضي من الحص ينكر عليه، فإن أصحابنا رحمهم الله قالوا: تشميت العاطس سنة على الكفاية، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم: الأضحية سنة على الكفاية في حق كل أهل بيت، فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار والسنة لجميعهم. وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم، فإن رده واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم آثموا كلهم، وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة، كذا قال أصحابنا وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم لم يسقط عنهم الرد، بل يجب عليهم أن يردوا، فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا. روينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وروينا في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم. هذا مرسل صحيح الإسناد كما قال الإمام النووي. قال الإمام: فصل. قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابا فيه،
السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولا وقال سلم على فلان، فبلغه الكتاب والرسول وجب عليه أن يرد السلام. وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام. ورأينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، ولم يقع في بعضها، وزيادة الثقة مقبولة، ووقع في كتاب الترمذي وبركاته، وقال حديث حسن صحيح. ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه. فصل. إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول فلان يسلم عليك، فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليك وعليه السلام. روينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل قال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام، فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام. قلت أي الإمام النووي هذا وإن كان رواية عن مجهول فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم. فصل. قال المتولي إذا سلم على أصم لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب، فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب. قال وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب. قال ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض، لأن إشارته قائمة مقام العبارة. وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا. فصل. قال المتولي لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب، لأن الصبي ليس من أهل الفرض، وهذا الذي قاله صحيح، لكن الأدب والمستحب له الجواب. قال القاضي حسين وصاحبه المتولي ولو سلم الصبي على بالغ فهل يجب على البالغ الرد؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه. إن قلنا يصح إسلامه كان سلامه كسلام البالغ فيجب جوابه، وإن قلنا لا يصح إسلامه لم يجب رد السلام لكن يستحب. قال الإمام النووي الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما قولهما إنه مبني على إسلامه فقال الشاشي هذا بناء فاسد، وهو كما قال والله أعلم. ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي فرد الصبي ولم يرد منهم غيره فهل يسقط عنهم؟ فيه وجهان أصحهما وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي لا يسقط، لأنه ليس أهلا للفرض، ليس أهلا للفرض، والرد فرض فلم يسقط به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة. والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب المستظهري من أصحابنا أنه يسقط كما يصح أذانه للرجال
ويسقط عنهم طلب الأذان. قلت: وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين، والصحيح منهما عند الأصحاب أنه يسقط، ونص عليه الشافعي. فصل: إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب، يسن له أن يسلم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر، اتفق عليه أصحابنا، ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. وروينا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. فصل: إذا تلاقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر، فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي: يصير كل واحد منهما مبتدئا بالسلام، فيجب على كل واحد أن يرد على صاحبه. وقال الشاشي: هذا فيه نظر، فإن هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جوابا، وإن كان دفعة لم يكن جوابا، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. فصل: إذا لقي إنسانا مفعول به، فقال المبتدئ: وعليكم السلام، قال المتولي: لا يكون ذلك سلاما، فلا يستحق جوابا، لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء. قلت: أما إذا قال عليك أو عليكم السلام بغير واو، فقطع الإمام أبو الحسن الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب به الجواب، وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد، وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر، وقد جزم أيضا إمام الحرمين به، فيجب فيه الجواب، لأنه يسمى سلاما، ويحتمل أن يقال في كونه سلاما وجهان، كالوجهين لأصحابنا فيما إذا قال في تحلله من الصلاة: عليكم السلام، هل يحصل به التحلل أم لا؟ الأصح أنه يحصل، ويحتمل أن يقال إن هذا لا يستحق فيه جواباً بكل حال، لما روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جري الهجيمي الصحابي رضي الله عنه، واسمه جابر بن سليم، وقيل سليم بن جابر، وقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل، ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام، والله أعلم. وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: يكره أن يقول ابتداء عليكم السلام لهذا الحديث، والمختار أنه يكره الابتداء بهذه الصيغة، فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه سلام. فصل: السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة،
فهذا هو المعتمد في دليل الفضل. وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام، فهو حديث ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث منكر. فصل. الابتداء بالسلام أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأه بالسلام. وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. ويكمل القراءة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه الأذكار قال: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح. قال الإمام النووي: اعلم أننا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه، لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها وينهى عنه في بعضها. فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر لأنها الأصل، فلا نتكلف التعرض لإفرادها. واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى، وقد قدمنا في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموتى. وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثنات من ذلك، فيحتاج إلى بيانها. فمن ذلك: إذا كان المسلم عليه مشتغلاً بالبول والجماع ونحوهما فيكره أن يسلم عليه، ولو سلم لا يستحق جواباً. ومن ذلك: من كان نائماً أو ناعساً. ومن ذلك: من كان مصلياً أو مؤذناً في حال أذانه أو إقامته الصلاة، أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها. ومن ذلك: إذا كان يأكل واللقمة في فمه، فإن سلم في هذه الأحوال لم يستحق جواب. أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام ويجب الجواب. وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب. وأما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا: يكره الابتداء به، لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة، فإن خالف وسلم فهل يرد عليه؟ فيه خلاف لأصحابنا، منهم من قال: لا يرد عليه لتقصيره، ومنهم من قال: إن قلنا الإنصات واجب لا يرد عليه، وإن قلنا الإنصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه. وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة
ثم عاد إلى التلاوة. هذا كلام الواحدي وفيه نظر، والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه منجمع القلب عليه، فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه. والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه، لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه، لأنه يكره له قطع التلبية، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ، نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله. قد تقدمت الأحوال التي يكره السلام فيها، وذكرنا أنه لا يستحق فيها جوابا، فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام هل يشرع له أو يستحب؟ فيه تفصيل. فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكره له رد السلام، وقد قدمنا هذا في أول الكتاب. وأما الآكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب. وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول وعليكم السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه، وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عندنا. وإن قال عليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته، لأنه دعاء ليس بخطاب. والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشيء، وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس، والله أعلم. وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به. باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة، اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه، فيسن له السلام ويجب الرد عليه. قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، وأما المرأة مع الرجل فقال الإمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، ويجب على الآخر رد السلام عليه. وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له. وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها. قال الإمام النووي: وإذا كانت النساء جمعا فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة، جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة. قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أبي داود. وأما رواية الترمذي ففيها عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن. قال: وروينا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال:
كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر، يعني تطحن، وتكركر حبات من شعير. فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت، وذكرت الحديث. وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم، فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وقال آخرون: ليس هو بحرام بل هو مكروه، فإن سلموا هم على مسلم، قال في الرد: وعليكم، ولا يزيد على هذا. وحكى أقضى القضاة الماوردي وجها لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام، لكن يقتصر المسلم على قوله: السلام عليك، ولا يذكره بلفظ الجم. وحكى الماوردي وجها أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدأوا: وعليكم السلام، ولكن لا يقول: ورحمة الله. وهذان الوجهان شاذان مردودان. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. ومعنى هذا الحديث أنهم إذا كانوا محاربين للإسلام وللمسلمين فالمعنى: لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. قال: وروينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل: وعليك. وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرنا، والله أعلم. قال أبو سعد المتولي: ولو سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا، يستحب أن يسترد سلامه فيقول له: رد علي سلامي، والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة. قال: وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما سلم على رجل فقيل له: إنه يهودي، فتبعه وقال له: رد علي سلامي. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد روينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن مالكا سئل عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك، فقال: لا. فهذا مذهبه، واختاره ابن العربي المالكي. قال أبو سعد المتولي: لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام، بأن يقول: هداك الله، أو أنعم الله صباحك. قال الإمام النووي: هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه، فيقول: صبحت بالخير أو بالسعادة أو بالعافية، أو صبحك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك. وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيئا، فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم، فلا يظهره، والله أعلم. إذا مر على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلمة. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كتب كتابا إلى مشرك وكتب فيه سلاما أو نحوه فينبغي أن يكتب ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. فرع فيما يقول إذا عاد ذميا. اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي فاستحبها جماعة ومنعها جماعة، وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال: الصواب عندي أن يقال عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار أو قرابة. قال الإمام النووي: هذا الذي ذكره الشاشي حسن. فقد روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله، وذكر الحديث بطوله. قال الإمام النووي رحمه الله: فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا تنفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها. وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي ألا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كذا قاله البخاري وغيره من العلماء. واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة بما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف في غزوة تبوك هو ورفيقان له قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا قال: وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال البخاري: وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم سلم عليهم. قال الإمام أبو بكر بن العربي: قال العلماء: يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، المعنى الله عليكم رقيب. وأما الصبيان فالسنة أن يسلم عليهم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية لمسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. قال: وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم. ورويناه في كتاب ابن السني وغيره قال فيه فقال: السلام عليكم يا صبيان. باب في آداب ومسائل من السلام. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية للبخاري: يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا المذكور هو السنة، فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب أو الجالس عليهما لم يكره. صرح به الإمام أبو سعد المتولي وغيره. وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل والكبير على الصغير، ويكون هذا تركا لما يستحقه من سلام غيره عليه. وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق، أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال، سواء كان صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا. وسمى أقضى القضاة هذا الثاني سنة، وسمى الأول أدبا، وجعله دون السنة في الفضيلة. وأخضى القضاة هو الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله. قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة، وفي تخصيص البعض إيحاش الباقين، وربما صار سببا للعداوة. إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض. قال: لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم، ولخرج به عن العرف. قال: وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين، إما اكتساب ود وإما استدفاع مكروه. قال المتولي: إذا سلمت جماعة على رجل فقال: وعليكم السلام، وقصد الرد على جميعهم، سقط عنه فرض الرد في حق جميعهم، كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة فإنه يسقط فرض الصلاة على الجميع. قال الماوردي: إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد، اقتصر على سلام واحد على جميعهم، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب، ويكفي أن يرد منهم واحد، فمن زاد منهم فهو أدب. قال: فإن كان جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الحفل، فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم، ويكون مؤديا سنة السلام في حق جميع من سمعه، ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام في من لم يسمعه من الباقين، وإن أراد أن يجلس في من بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدم ففيه وجهان لأصحابنا. أحدهما أن سنة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم، لأنهم جمع واحد، فلو عاد السلام عليهم كان أدبا، وعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم. والوجه الثاني أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم، إذا أراد الجلوس فيهم، فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل برد الأواخر. يستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد، وليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد قدمنا في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل بيته، وكذا إذا دخل مسجدا أو بيتا لغيره ليس فيه أحد، يستحب أن يسلم وأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم. قال: فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال الترمذي: حديث حسن.
قال الإمام النووي رحمه الله: ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم. وقد قال الإمامان القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي: جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف. هذا كلامهما. وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا وقال: هذا فاسد، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس، وفيه هذا الحديث، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه، إما لتكبر الممرور عليه، وإما لإهماله المار أو السلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن، فإن السلام مأمور به، والذي أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. وأما قول من لا تحقيق عنده إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه، فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات. ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه. ولا شك في أننا لا نترك الإنكار بمثل هذا، ونظائر هذا كثيرة معروفة والله أعلم. ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الرد بشروطه فلم يرد، أن يحلله من ذلك فيقول: أبرأته من حقي في رد السلام، أو جعلته في حل منه، ونحو ذلك، ويلفظ بهذا، فإنه يسقط به حق هذا الآدمي والله أعلم. قال: وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبل الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فليس منا. ويستحب لمن سلم عليه إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة: رد السلام واجب، فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض، والله أعلم. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.